السلام عليكم اخواني اخواتي كنتمنى تكونوا باتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم غادي نقدم لكم كيكه رائعه ناجحه من اول تجربه بالنسبه للناس اللي كيحبوا الكيكه ولكن ما كتنجحش معاهم كتجيهم ناشفه كتفرتت ليهم اليوم غادي نقدمها لكم بدون دقيق مصنع غتجي قطنيه كالسحاب خفيفه بزاف اش غادي نقول لكم الفيديو كيعبر عن نفسه فإلا بغيتو تعرفو المكونات وطريقة التحضير بقاو معايا لنهاية الفيديو كنتمنى لكم فرجة ممتعة فبالنسبه للمكونات غادي نحتاجو مية غرام ديال دقيق الارز و100 غرام ديال نشا الدورة يعني تكون الكميتين متساويتين كيف الارز كيف نشا الدورة. وبالنسبه باش نسمو هذا الكيك هذا فغادي نستعمل البشور ديال الحامض وغادي نستعمل كيس من الفانيليا ايضا غادي نحتاج واحد 150 غرام ديال السكر ما يعادل واحد الكاس ديال العنبه ممتلي وايضا غادي نحتاج كيس من خميره الحلويات و50 مللتر ديال الحليب و50 مللتر ديال الزيت اربع بيضات اللي فصلنا الصفار عن البياض وغنحتاجوا القليل من الملح بالنسبه لطريقه التحضير فمهم تبعوا معايا المراحل بالتدريج غادي ناخذ اربع بياض ديال البيض نضيفو معاهم القليل من الملح ونحاولوا نطلعوا هذا البيض جيدا تيولي لينا هكا على شكل رغوه بعد ذلك غادي نضيفوا ليه ذاك الكيس ديال الفانيليا ونضيفو ليه فقط نصف الكميه ديال السكر اللي عندنا وغادي نخبيو نصف الكميه ديال السكر المتبقيه باش نضربوها مع اصفار البيض فاش غنحصلوا على هذا المنقار ديال العصفور فكنتوقفوا كنخليو هذاك البياض البيض جانبا من بعد كناخذوا داك صفار البيض كنضيفو معاه هادوك القشور ديال الليمون ونصف الكميه ديال السكر المتبقيه كنحاولوا نطلعوا هاد الخليط جيدا تنحصلو على واحد الكريمه كما كتلاحظوا اللي هي عاقده بهذا الشكل هذا عاد توقفوا عن التحريك تقريبا واحد ثلاثة دقيق وانتم كتطربوا من بعد كتضيفوا الدفعة الاولى ديال الدقيق يعني كتقسموا الدقيق الى قسمين كديرو الدفعه الاولى مع ديك الخميره ديال الحلويات وكتحاولوا فقط تخلطوا بلا سباتول ما كديروش نهائيا الطراب باش آه كتحافظوا على داك آه الهواء اللي كيكون في الداخل ديال داك البيض اللي طلعنا كما كتلاحظوا كنضيفوا ديك الكميه ديال الزيت وديك الكميه ديال الحليب وبعد ذلك كنضيفوا الكميه ديال الدقيق المتبقيه وحنا كنخلطوا بالتدريج بعد ما كنحصلوا على واحد القوام لي متجانس فكنضيفوا بياض البيض على ثلاث دفعات ضروري من هذه المرحله ما تضيفوش دفعه واحده باش تاكدوا بان الخليط نسجم لكم مزيان كما كتلاحظوا الخليط ديالنا كيكون كريمي وبهذا الشكل هذا هذا هو القوام الناجح والمضبوط بعد ذلك غادي ناخذ انايا القالب ديال الكيك انا عندي هنايا ديال السيليكون يعني ما كندهنوا ما والو حيت ما كيلصقش ليا وكنتكونوا مسخنين الفرن مدة على الأقل ديال خمسة دقائق كتدخلو يعني الفرن مسخن درجة الحرارة مية وتمانين النار فقط من الأسفل مدة الطهي هي ربعين دقيقة بالضبط عاد كتفتحو عليها كتكون ديك الساعة جات. كتحصلو على هاد الكيك هذا اللي كيجي كيك بحال الغيمة يعني بحال السحابه ما تسخاوش منه يعني كيجي هشيش ورطب بزاف آه كيجي مهوي من الداخل يعني كيك ناجح مئة 100% غادي يعجبكم كيك اللي متعدد الاستعمالات تقدروا تخدموا بهكم كوم اون جينواز يعني ديروه لا ديال لي ديالكم كلاصي يعني آه بزاف الاستعمالات وتقدروا تناولوه بحال هكا كيف ما هو مع واحد الكاس ديال الشاي او كاس ديال القهوه راه كيجي رائع بزاف بزاف الاطفال ديالكم غادي يحبوه تنتوما اكيد غادي تحبوه وغادي ديروه وتعاودوا ديروه وكما لاحظتوا ما استعملناش نهائيا الدقيق المصنع والنتيجه اكثر من رائعه فقط تبعوا الخطوات بالتدريج كيف ما حطيتهم لكم يعني ما تطبقوش حاجه على حاجه خدموا الخطوات مرحله مرحله وان شاء الله غادي تحصلوا على نفس النتيجه اللي حصلت عليها كنتمنى هذا الفيديو بطبيعه الحال يعجبكم وتخليوا لي تعليق ديالكم جميله اسفل الفيديو راني كنجاوب عليكم كاملين كاملين المهم اذا بغيتوا شي وصفه اخرى في القناه فخليوا لي الاراء ديالكم اسفل الفيديو وان شاء الله غادي نلبي جميع الطلبات لا تنسوا ان صحتنا في حميتنا الى اللقاء